استاذ اسلام الكتاتني، هل غياب الدور الاجتماعي للاخوان اللي كان قائم فتره حكم مبارك، الاعمال الخيريه اللي كانوا بيقدموها للناس سواء اكل او شرب او علاج عن طريق مراكز طبيه خيريه، هل غياب هذا الدور الاجتماعي للاخوان اثر بالسلب على الحاله الاقتصاديه لفقراء مصر؟ هو يعني عشان نجاوب اجابه من منطقيه في الجزئيه دي، لا شك ان من العوامل اللي اكتسب بيها الاخوان شعبيه في الشارع المصري هذا الدور الاجتماعي. يعني لو اقتصر الاخوان فقط على الاعداد المنضويه تحت عباءه الاخوان او المنتظمين في تنظيم الاخوان، ما كان الاخوان وصلوا الى سده الحكم في العام 2012 يعني. لكن جزء من الشعبيه التي اكتسبوها هذا الدور الاجتماعي. طبعا الدور الاجتماعي كان ليه كذا محور، كان من ضمنه الجمعيات والمؤسسات الخيريه اللي سواء كانت اخوانيه، اي ان اعضاء مجلس الادارات هذه الجمعيات من الاخوان انفسهم، او جمعيات خيريه بعض اعضاء مجلس الاداره بيكونوا من الاخوان والاخوان يستعملوا هذه المؤسسات لصالحهم. لا شك الاخوان كان عندهم عدد كبير جدا من الجمعيات والمؤسسات الخيريه اللي كانت بتقدم مجموعه من الخدمات للبسطاء من الشعب المصري، مثل كفاله الايتام، مثل المستوصفات الخيريه، مثل رعايه الارامل، الى اخر هذه الخدمات التي كانت تصب في صالح البسطاء وكانت تستخدم وقت العزاء في اعمال مثل الانتخابات البرلمانيه، مثل الانتخابات الرئاسيه. وده شفناه ملاحظ في الاصوات التي حصدها الاخوان سواء في مجلس الشعب دوره 2012 او في الانتخابات الرئاسيه دوره 2012 2013. لا شك ان كان الدور ده ملحوظ، لذلك كان من المهم بمكان ان احنا كدوله او كثوره 30/6 ان احنا نهتم بهذا الدور الاجتماعي. لا شك ان في يعني دور في مشروع زي تكافل الكرامة لحد ما مشروع جيد، ولكن لم يصل بالكلية إلى عموم الشعب المصري البسيط. دي مهمة جدا إن احنا جزئين، الدولة يكون لها دور ومؤسسات المجتمع المصري يكون لها دور عشان نسد الثغرة في الجانب اللي كان الإخوان بينفذوا منه إلى البسطاء من الشعب المصري والسلفيين كذلك، يعني مش الإخوان فقط يعني، ولكن الإخوان كانوا بارزين أكثر من السلفيين. فده كان واضح وملحوظ جدا يعني. لذلك انا دائما ادعو الى المواجهه الشامله مع التطرف والارهاب، اللي هو مواجهه امنيه، مش امنيه بس، لا مواجهه امنيه ومواجهه فكريه ومواجهه اقتصاديه وثقافيه واعلاميه الى اخر، يعني تبقى مواجهه شامله. يعني المواجهه الاقتصاديه كنت اركز على محورين، اللي هو المحور انك انت كدوله تنجح اقتصاديا عامه كمصر وكمصريين، والامر الثاني انك انت تسد تجفف منابع التمويل. في الجزء بتاع النجاح الاقتصادي جزء منه انك انت تعمل خدمات و للبسطاء من الشعب المصري عشان ما يحسش بايه بالنقص، او ان هو ايه الخدمات اللي كانت تقدم ليه من الاخوان مش موجوده حاليا، فبالتالي يشعر بالحنين الى ويبدا يقول يعني ايه تتحسن صوره الاخوان في نظر هؤلاء البسطاء. فلذلك الموضوع ده مهم جدا ان احنا كدوله ننجح في هذا الدور. فيعني فانا اعتقد الدور ده ما زال برضه قاصر، بس مشروع تكافل وكرامه، بالاضافه الى ان موضوع الغلاء الاسعار والاخفاق الاقتصادي اللي احنا فيه حاليا لا شك مش بيؤثر بس على البسطاء، بيؤثر على عموم الشعب المصري بالذات الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره. فلا شك ده هيأثر تأثير سلبي بالذات على البسطاء اللي هم كانوا بيجدوا دور اجتماعي مقدم لهم من الاخوان والسلفيين يعني.